طائرة ورقية، طائرة ورقية، يا عيني يا عيني طائرة ورقية. يلا يا أولاد تعالوا يا أولاد، طائرات ورقية. رمانة كثير زهق. كيف؟ شو مالك؟ في شي نعمله. كثير زهق. شوف انت استويت كثير. قال انه الشمس قوية. كثير قوية. طيب شو تلعب؟ تلعب حجرة وخنقاش؟ طائرة ورقية، طائرة ورقية. يلا نلعب مرة واحدة. يلا حجرة ورقة مقاس. يلا حجرة ورقة مقاس. طائرة ورقية، طائرة ورقية. يلا يا أولاد. صح انت أختي أخوتي الفكورية. أنا فكورية؟ فكورية. فكرينا فكرة نتسلى فيها. طائرة ورقية، طائرة ورقية. تعالوا يا أولاد طائرات ورقية. طائرة ورقية. سامع؟ أيوة أيوة. طائرة إيه؟ اسمع. سامع. طبق طبق طبق. طائرة ورقية. تعالوا يا أولاد طائرة ورقية. يلا يلا يلا. عمو. يا عمو. عمو. عمو أبو الطائرة الورقية. طيب يلا هيني جاي، يلا هيني جاي. يا طيارة طيري وأنا أخي طان، بدي ارجع بنت صغيرة على سطح الجيران. وين عمو النشمة؟ بدي طيارة ورقية، بدي طيارة ورقية، بدي طيارة ورقية. هيك بطير هيك بطير هيك هيك هيك. يا عمو مرحبا عمو. طيب اهلين يا عمو. اهلين، شو بدكم انتو؟ بدي طائرة ورقية. طب اقعدوا اقعدوا. يلا اقعدوا مكانكم، اقعدوا مكانكم. يلا اقعدوا مكانكم، اقعدوا. عمو. يا عمو. بدي هذه. وانا هاي. هاي لهون. هذه بدي. انا بدي هاي. قلت لك هاي هون. لا هاي الي، خذي هاي. طب عمو. عمو. انا ما بدي خشب. ليش ما بدك خشب؟ كيف بدها تطير؟ ايش عليها؟ كيف بدها تطير الطائرة الورقية بدون خشبات؟ ايش هدول؟ هدول خشبات بنمسك فيهم الكيس عشان تطير لفوق بعيد. اذا ما في خشبات ما بتطير. ما بتطير طبعا. عمو ايش هاد؟ هذا يا عمو اسمه ذيل. زي ذيل الكلب؟ وهذا زي ذيل الكلب بس هذا بيوازن الطائرة الورقية عشان ضلها متوازنة بالها. بالضبط. يا سلام. فهمت عليك، فهمت عليك. وشوفوا كيف هذا هلا هذا اسمه. انا ما بدي هذا الاسود. هذا ميزان. قصه قصه. هذا ايش؟ هذا اسمه ميزان. ميزان اسمه. هذا ميزان. بعرف الميزان. هذا كمان بيوازن الطائرة الورقية لما تطير عشان ما تميل لليمين ولا تميل للشمال. ميزان يعني؟ اسمه ميزان. عليه خضرة نشوف قد ايه وزنهم. ما بزبط طبعا يا عمو، هذا مو ميزان لل اتوزن. خذيني معي. هذا خيط، هذا بس عشان نمسك الطائرة الورقية تتوازن في السماء. طيب انا بدي اعرف ليش في كثير شبرات هيك. هدول الشبرات زينة للطبخ. طيب ليش ما نحط عليه هيك اشياء لونها بينك واشياء لونها زهري؟ أنا طبعا بنقدر نحط عادي يعني، بس احنا هذا الموجود عندنا. عمو شيلي اللون الاحمر. كيف بدي اشيله؟ خليه ازرق لحالي. يعني انت احكي لي كيف بدي اشيله. اشيله بالمزع صح؟ ايه. اذا شلته راح ينمزع وما راح يطير. صح. راح يصفي بس خشبات. طيب هلا شو اسوي فيها؟ هسا يا عمو هسا بنربطها بالخيط. وبعدين بنطيرها لفوق. خليني انا اطيرها لحالي، خليني اطيرها لحالي. لازم نساعدك فيها، مش لازم نساعدك يا عمو عشان تعرفي تطيريها. انا كمان. يلا بدك اياها تطير بعيد؟ شوفي اذا صح ولا لا. شوف. يلا امسك الخيط بس، امسك الخيط. يلا طيري يا. يلا يلا عمو امسكيها من الخيط، امسكيها من الخيط. وين الخيط؟ امسكيها من الخيط. من هون من هون يا عمو. عمو من هون من هون يا عمو. من هون. وين الخيط؟ عمو عمو انا بطير. يا سلام. طب يلا ما بدكم تعطوني حقهم؟ حقهم؟ انت ما بتعطيهم هديه عشانك بتحبنا؟ انا بحبكم بس برضه هذا شغلي لازم اخذ منكم فلوس. مصاري؟ يعني قديش بدك؟ انا بدي على كل واحد 3 دنانير، يعني 3 زائد 3 قديش؟ عدوهم. 1 2 3 4 5 6 6 دنانير. بدك 6 دنانير؟ طبعا. بتاخذ 10. اخذ 10 وشو اعمل فيهم؟ ما معي باقي انا. شو
نسويه؟ كم برجع لكم من العشرة لما أخذ عشرة؟ ستة؟ بدك ستة؟ هاي عشرة، شيلي ستة من العشرة. ها هيك صفر، حط عشرة. شيلي هدول الخمسة، شيلي هدول الخمسة، شيلي واحد، عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أربعة أربعة جنانير. أقول لك يلا. ما بدي. طب أعطوني إياهم أنا أروح أروح فيهم. لا بدي أروح أشتغل يا عمو. يلا يا عمو. لا عمو تعال العب معانا. يلا العب. شو رأيك تاخذ مصاري من جد أبو عكازة؟ وينه هذا أبو عكازة؟ تحت معاه مصاري كثير. تحت معاه كثير. طب يلا وخذوني عليه عشان ناخذ منه فلوس. تعال العب عشان يشوف. العب عمو أنا مو فاضي هلا، أنا بدي أروح أشتغل يا عمو. أنا بدي أشتغل يا عمو، أنا بدي أروح أشتغل هسا. استني لا تخربيه، استني يا بنت، يا بنت. استني لا تخربيه، استني. يلا طيري هيك، يلا طيري. أطير؟ أطير؟ طيروه يا عمو، بس أنا بدي فلوسي يا عمو. كيف أطير هلا بعيد كثير كثير؟ بدنا نشتري خيطان كمان. ما بدكم تشتروا خيطان؟ بعرف، طيري يا طيارة، طيري. وكيف بدكم تشتروا خيطان؟ روحوا خذوا من ابو عكازه فلوس عشان نروح نشتري لكم خيطان وتطيروا الورقات. يلا. يلا 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 يا عمو يا عمو يا عمو يا عمو يا عمو يا حبايبي يا حبايبي عشان بدي اخذ انا اروح اشتري يا عمو يا عمو 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 خلاص اعطيني اياه اعطيني اياه اعطيني اياه يا عمو اعطيني اياه يا عمو. نعم عمو خلص يا عمو. جده عند جده ابو عكازي. يلا يعطيك يلا جده ابو عكازي. يلا روح. طب واذا ما كان موجود ابو عكازي؟ راح يعطيك اي موجود. واذا كان موجود قاعد تحت. واذا كان موجود اطلع عنا. طيب يلا بدي اروح اخذ منه فلوس عشان اجي احكي لكم. يلا ها يلا رمان يلا واحد اثنين ثلاثة. طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان نفسي ارجع بنت صغيري على سطحي. انا جيت يا اولاد. اهلين عمو الطائره الورقيه. اخذت المصاري من جد ابو عكازه؟ اخذت المصاري من ابو عكازه وهلا صار بامكاننا انه نطير الطيارات الورقيه. طب تعال علمنا يا عمو. يلا يا عمو. عمو اقعدوا مكانكم عشان اعلمكم. يلا عمو ما بدي كل الخشبات ايدها. ما بدك يا عمو. حديد حديد أقوى. انا شيل الديل هذا ما بيطير الطياره الورقيه. ما بيطيرها الحديد؟ لا طبعا الخشب خفيف ما بيزبط اكثر من هيك. الخشب خفيف. يلا نطيرها. يلا يا عمو هلا بس خليني اربط لكم الشيطان على الميزان بعدين نطيرها. شو عم تعمل؟ انا عم بربط ربطه هون عشان نعلق الخيط مع الميزان. طبعا ما هاي بتوصل للسماء. امسكيها امسكيها بلشت تطير امسكيها. اعطيني هاي بدي اروح يلا دوري دوري. هاي بتوصل للسماء. طبعا بتطير لبعيد. عمو يا عمو انت طيارة طيارة. حاضر يا عمو. يا عمو عمو وطي صوتك شوي يا عمو عشان يا عمو عشان نطيرها يا عمو. عمو يا عمو بتطير بتوصل للشمس. كثير بعيدة. لو عمو طيرني انا زيها. انت ما بتقدر تطير انت. عمو انت إلك ذيل. عمو طيب كيف بدك تقدر تطير؟ عمو الطائرة الورقية. يلا قوم وفرجيكم توصل للقمر. قمر كثير بعيد. يلا 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 يا عمو. يلا دوري دوري. يلا امسك يا عمو. يلا امسك. يلا يلا.